اول حاجه هنعمل مكرونه بالسي فود النهارده. هنبتدي بالمكرونه بالسي فود، هنحتاج فيها ايه؟ او تعالوا سجلوا معايا المكونات بتاعتها لانها رائعه. طبعا هعملها بايه؟ هعملها بمكرونه رويال النهارده. برضو هنعمل مكرونه رويال زي ما قلت لكم، حببتني في الشغل بيها لانها خفيفه جدا، ما بتعجنش، لونها بيبقى فاتح معايا، طعمها حلو جدا يعني، ويعني فيها كل الاشكال والانواع اللي ممكن اعمل بيها كل المكرونات اللي انا عايزاها. هحتاج جمبري من غير قشر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، كمان عندي كاليماري حلقات، كزبره وبقدونس مفروم ناعم جدا، فلفل اخضر، وممكن ندخل معاه شويه فلفل حار لو احنا الناس بنحب السبايسي، متقطع مربعات صغيرة جدا، بصل أخضر متقطع أو كرات المتوفر عندنا، طماطم مفرومة ناعم جدا من غير قشر، مشروم كريمة لباني، وعندي هنا صلصة طماطم وبابريكا وجبنة موتزاريلا أو أي نوع جبنة إحنا بنفضله زي ما إحنا نفضل، وأوراق بقدونس هزين بيها، وطبعا ملح وفلفل. أول حاجة تعالوا بينا نفتح المكرونة بتاعتنا، مكرونة رويال زي ما قلت لكم سبق وقلت لكم ان فتحها بيبقى الموضوع بسيط جدا، ناخد الكمية اللي احنا عايزينها ونرجع نقفلها، يعني مسهلها لنا من كل النواحي عشان ما نقعدش نجيب بطرمانات او برطمانات يعني ونقعد نقفل فيها، لا هي بسيطة بنفتحها وبنقفلها عادي جدا بكل سهولة، الموضوع مش هياخد مننا حاجة كثيرة. تعالوا انا هنا المية بتاعتي عندي بتغلي، هحط المكرونة. النهاردة اخترت نوع المكرونة ايه؟ اخترت المكرونة السوستة. هنزل المكرونة بتاعتي اهي بالشكل ده وخلاص. بس قبل اي حاجة هقلبها تقليبة بسيطة، لا هحط فيها ملح ولا هحط فيها زيت غير بعد مرور 5 دقايق منها وهي على النار. ما احطش مية قليلة جدا، بحط مية كتير ضروري، لان المكرونة او اساسيات سلق المكرونة مش المية القليلة، لا هي لازم تاخد مية كتير، يعني على الكيس اللي فيه الكيلو بناخد 2 لتر من المية، ده أساسي جدا. ما بنحطش ملح، ما بنحطش زيت غير لما تعدي 5 دقايق مع تقليب المكرونة كل شوية، ده أساسي جدا. تعالوا بينا ناخد أول حاجة، هاخد زبدة هنزلها في الطاسة بتاعتي، هاخد كمية زبدة حلوة شوية وهبتدي ندوب فيها. هخلي الزبدة بتاعتي هنا احتياطي، يعني ساي لو احتاجتها او اي حاجة، يعني لو حصل واحتاجناها بجيبها واحطها جنبي، باخد الكمية اللي انا شايفاها مناسبة ليا وخلاص. انا خدت الزبدة، هنزل عليها ايه؟ هنزل عليها يا زوزو البصل الاخضر. زي ما قلت لكم النهاردة حبيت اعمل لكم وصفات بالاسماك او بالحوت، ممكن انتوا تختاروا نوع السمك اللي انتوا عايزينه يعني براحتكم خالص، اي نوع سمك عايزين تضيفوه كمان ممكن تضيفوه. انا النهارده اخترت الجمبري والكاليماري الاثنين مع بعض، كمان الجمبري والكاليماري ممكن نعملهم بانواع مكرونات كتيره، يعني باشكال مكرونات كتيره جدا زي القلم او السباكيتي او الشرايط او 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 المقصوصه او اي حاجه، يعني رويال متوفر عندها كل انواع المكرونه دي، ممكن تلاقوها موجودة عندها كلها متوفرة موجودة في الأسواق. زي ما قلت لكم رمضان جاي بيحب الطبخات السريعة وبيحب الأكل اللي احنا بنعمله بسرعة، ما بنقعدش نتأخر فيه أو نعمل فيه، فالمكرونة من ضمن الحاجات دي. مكرونة رويال هتساعدكم جدا لأنها من النوع اللي بيستوي بسرعة جدا، بياخد 20 دقيقة تقريبا لحوالي الماكسيموم 25 دقيقة على النار متوسطة خالص، يعني النار تبقى معايا هادية تماما، وهتلاقوها استوت معاكم. لما تيجوا تطلعوها صفوها كويس جدا من المية، واحنا بنصفيها نفتح عليها الحنفية ناخد شوية مكعبات ثلج ونحطها فوق المكرونة ونقعد ننزل عليها مية في المكعبات عشان تسيح معايا التلج، ده بيساعد المكرونة كمان عشان تبقى ماسكة نفسها وواقفة، مش تلاقوا المكرونة نامت منكم وشكلها ما بقاش حلو، لا لازم تعملوا ده ضروري جدا عشان المكرونة بتاعتكم تبقى حلوة ومظبوطة بالظبط. بصوا انا نزلت هنا البصل بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هعمل ايه؟ هاخد الفلفل اهو، خليني اجيب المشروم ده هنا، ناخد الفلفل هقلبه برضو تقليبة مطشة وهسيب شوية
مش باخد كتير، حاجة بسيطة خالص وانا بقلب فيها عادي جدا. خليني اوسع اشيل دي من هنا. بصوا ما بتاخدش معايا وقت، شوفوا مكرونه ولونها. هرجع واكد على موضوع اللون، المكرونه الحلوه مش المكرونه البراون، مش المكرونه البني اللي هي بنستعملها للرجيم، لا دي مكرونه بيضة عاديه جدا انا بستعملها. بصوا لونها طالما فضل فاتح معايا ما غمقش معايا، اعرفوا ان نوع الدقيق المستعمل فيها بيبقى نوع دقيق فاخر جدا وممتاز جدا 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 لابعد الحدود، دي حقيقة واسألوا عليها أي حد. يعني هاخد الكزبرة تبقى شوية زيادة، والبقدونس بيبقى عندي شوية زيادة، وهسيب ده هنا برضو ممكن أحتاجه. هو قلب تقليبة، كل ده أنا لسه ما حطيتش التتبيلة بتاعتي، كل ده أنا لسه ما حطيتش السمك بتاعي، كل ده أنا لسه بعمل إيه، بخلط في المكونات بتاعتي وبدبلها بس، وهبتدي ارمي في السمك دلوقتي حالا. يلا بينا ناخد قد ايه يا زوزو؟ خليني اخد اشيل الكميه دي وهبتدي انزل الجمبري، اخد ده بس وهستغل الباقي للتزيين، هنعمل بيه حاجات برضو دلوقتي حالا. المشروم بنسيبه آخر حاجة، صلصة طماطم بنسيبها آخر حاجة، الكريمة برضو آخر حاجة، يعني كل ده هي تجميعة بسيطة جدا بنسيبها في الآخر بنعملها مع بعض. هنزل كمان الكريماري، بقطع شرايح أو دواير براحتي خالص على حسب المتوفر عندي. أنا عشان الشكل وعشان بريزنتيشن اخترت أني أقدم إيه؟ أوبا، أقدمه شرايح بس لسه هزينه وهوريكم أنا هعمل فيه إيه لسه. بس هقلب تقليبة هنا ويلا بينا نبتدي نحط التتبيلة بتاعتنا. بس خلينا نقلب، سمك بيستوي بسرعة جدا، مش هياخد منكم 15 دقيقة هيبقى معاكم السمك، خصوصا القمرون الجمبري. الجمبري اللي هو القمرون أو الكلمار اللي هو الكاليماري هياخد منكم حاجة بسيطة جدا، كاليماري أو صبيت، الاثنين هيبقوا معاكم زويونين وبنان الداد شهيين. وهنا كان هضرب المغربية صافي. ناخدو التحميرة اللي هي الفلفل بابريكا، ناخدو الملحة اهي، بسم الله ازود شوية، عندي هنا فلفل اسود وعندي بابريكا، الكمية بالظبط هتلاقوها عندكم على الشاشة. من اهم المكونات في الوصفه دي الفلفل بابريكا في الحشوه دي او في الحشوه بتاعت المكرونه، مكرونه رويال، هي الفلفل البابريكا التحميره بتاعي، لان هو ده السر اللي بيديني الطعم الرائع، يعني بيديني طعم حلو جدا. لو بتحبوا الشطه زي ما قلت لكم يزودوا هريسه، يزودوا فلفل اخضر حار هيبقى معاكم جبار، فلفل حار جبار تصدقوا. خلينا نقلبها مزيان وهخليها تغلي على اقل من مهلها. هزود عليها ايه؟ هزود عليها صلصه طماطم، التشيز في الاخر خالص، وهناخد المشروم كمان هنزوده من دلوقتي، لسه هنزل كمان دول، وناخد لاصوص طماطم، هناخد المشروم المتبقي وخلطة بسيطة. بصوا هي خطوات بسيطة جدا، حاجة على حاجة على حاجة، وبتبقى معانا حلوة ورائعة لذيذة زوينة بنينة. كتجي زوينة بزاف. أهم حاجة نختار يا جماعة نوع المكرونة اللي احنا بناخده، مكرونة رويال عايز أقول لكم طعمها حلو جدا، و كيسها كمان بيساعدنا احنا كستات. طبعا عايزه اقول لكم الكيس بنقوم عاملين ايه، حاطين كيس ثلاجه ورابطين على طول وحاطين، ما بنبقاش ما بنفكرش انه المكرونه بتاعتنا ممكن يدخل لها اي حاجه، اي حاجه معرضه ممكن تبقى يخش لها هواء، ما بتبقاش حلوه لو هي تعرضت للهواء مده 3 ايام المكرونه ما بتبقاش حلوه خالص خالص خالص، ممكن طعمها يغير. بتشرب المكرونه يا جماعه، خدوا بالكم من النقط دي كويس جدا. هنا رويال سهلتها لك جدا، حطيت لك ستيكر بسيط جدا او لزق بسيط جدا، بتاخدي الكميه اللي مناسبه ليكي وبتقفليها وتسيبيها زي ما هي، بتفضل محفوظه كانها لسه
طازة أو لسه بتفتحيها فريش معاكي، بتستحمل مدة طويلة. لا يعني جربوها وقولوا لي رأيكم فيها، غادي تجيكم زوينة بزاف بزاف بزاف. بصوا الحشوة بتاعتي وريحتها وجمالها. هجيب صينية، تعال يا زوزو كده. بصوا ده هنزين بيه بس لا أقل ولا أكتر. هحط كروفيت بالشكل ده، نحط الكالامار كمان او الكاليماري او صبيط المتوفر عندكم، او اي نوع اسماك عندكم بتحبوه ممكن تدخلوه مع نوع الباستا دي، يعني كل الانواع هتنفعكم. هحط لهم ايه شويه اعشاب منسمه، دول للتزيين فقط لا غير، ممكن تضيفوهم. فكره بصراحه لسه جايه دلوقتي حالا فبراحتكم خالص. هحط لهم شويه اعشاب مع شويه ملح وفلفل فقط لا اقل ولا اكتر، واحط لهم شويه زيت وندخلهم. خلوني اعمل بايديا. يلا بينا شويه من الابزار. هقلب تقليبه بسيطه خالص زي ما انتم شايفين اهو كده، وهسيبهم. هحط عليهم شويه زيت وهدخلهم للفرن. يلا بينا نحط الزيت وندخلهم للفرن، يكونوا الشباب جابولي مصفى. اهي خليني ادخلهم للفرن بالشكل ده ونسيبهم. تعالوا نسهل على نفسنا. خلوني اعملها بالشكل ده وهنرجع نصفيها تاني مره كمان. الريحه بتاعت الحشوه يا جماعه هايله، ريحه الحشوه فظيعه، يعني عايزه اقول لكم ريحتها قويه جدا، حلوه جدا، مميزه جدا 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 جدا. اهو هاخد المكرونيه او المكرونه بتاعتي، بس قبل ما اكمل هنزل الكريمه. وهاخد التشيز بتاعتي. اوبا بالشكل ده اهو. شوفوا المكرونه، مكرونه رويال بتفضل واقفه معانا ازاي. الشكل الحلزوني ده او السوستة اللي بنسميها هنا سوستة، لما بتتعمل في المية ونص انها بتنزل في المية، عايز اقول لكم بتفك، بيبقى شكلها وحش جدا مش حلو. لا عكس مكرونة رويال، بصوا ماسكة نفسها ازاي ولسه اللفة بتاعتها هي هي اللي فيها، بتديني الشكل الحلو اللي انا بيعجبني واللي انا عايزاه واللي انا عايزة اقدمه للضيوف بتاعتي، فنفس الشكل باخده زي ما انا عايزاه بالظبط. خلوني اشيل الحله واعمل ايه يا بسم الله. نعمل حاجه بسيطه جدا، نعمل كده دلوقتي الاول عشان احنا مكرونتنا تعتبر خلاص هنقدمها دلوقتي حالا، فالموضوع هيبقى بسيط قوي. هاي طيب هحطها بالشكل ده. بصوا الحشوه بتاعتي اهي، هقلب كل الحشوه بالشكل ده، هخلي لحد اما التشيز بتاعتي تدوب معايا تماما، انا عايزه الجبنه كلها تدوب. بعد كده هنزل فيها المكرونه واقلبها تقليبه حلوه جدا جدا جدا. اهي بصوا على الحشوه بتاعتي عامله ازاي، شفتوا الجبنه وهي بتسيح معايا اهي.
ما بعملش فيها اي حاجة دلوقتي خالص غير اني هفضل اقلب فيها، الجبنة بتاعتي كلها هتدوب، هتديني قوام حلو جدا وشكل حلو جدا وطعم احلى واحلى واحلى بكتير. يا جماعة ضروري تجربوها، ضروري تجربوا الوصفة دي بمكرونة رويال لانها فعلا من المكرونات القوية، المكرونات الحلوة قوي اللي بتدي طعم هايل. الله انا جعت. زي ما قلت لكم مكرونه اول ما بنطلعها بنعمل لها ايه، اول ما بنطلعها بننزل عليها ميه حلوه جدا، وبعد كده نقوم حاطين عليها شويه من المكعبات التلج، ننزلهم عليها ونفضل فاتحين الميه لحد ما تبرد معايا تماما، وبعد كده نعمل اللهم صل على حضرة النبي، نعمل فيها نقطة زبدة نقطة زيت على حسب احنا عايزين ايه، زيت عادي او زيت زيتون زي ما احنا نفضل. انا هنا هحط المكرونة، ولا استنى اشوف حلة كبيرة. صح، بسم الله. خلينا نعمل الحلة هنا، ننزل المكرونة الأول فيها، اهي المكرونة بتاعتي بالشكل ده يا الله. وهيفضل لي دلوقتي حاجة واحدة، بصوا الصوص بتاعي داب تماما، هاخده وهقلبه عليها. بس استنوا بقى، عايز صحة. يا بسم الله، هقلبها معاه كلها وهقعد اخلط فيها وانزل شوية اللي هنا اهو. يلا بينا نبتدي نزين فيها. انا هزينها بايه؟ هزينها من فوق بشوية الكاليماري اللي انا عملته، والجمبري شوحناه مجرد تشويح بسيط خالص اهو، هنحطه بالطريقة دي. لا تعال هنا، ريحتها يا جماعة حلوة جدا النهاردة. زي ما انتم شايفين عملنا المكرونة سيفود بطريقة جديدة جدا، طريقة مختلفة جدا، صوص حلو جدا 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 جدا، الصوص بتاعها رائع، لازم تجربوه مع مكرونة رويال ضروري قوي. هاخد هنا، بصوا انا مش هستغنى عن كل الكاليماري ده بصراحة، لانه فعلا طعمه ريحته تتبيلته حلوة قوي. الاعشاب اللي احنا عملناها فيهم رائعة وحلوة وبتدي طعم حلو جدا. هاخد هشكل كام واحدة. هنعمل كمان وصفات النهاردة كتيرة جدا، بس عايزة اقدم لكم طبق المكرونة السيفود، مكرونة رويال الرائع اللي يجنن ده، وبعد كده نكمل.